فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا دعا المصلي حال سجوده فهل يقول بعد انتهائه من الدعاء في السجود يقول آمين؟ إذا إيه؟ إذا دعا المصلي حال سجوده فإذا انتهى من الدعاء هل يقول آمين؟ ما ورد هذا، ما ورد أنه يؤمن في السجود ولا في الركوع إذا دعا، ما ورد هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.